اذا ما تبغى تهضر على الشيخه شلل فمك بالعسل وهضر على الشيخه. انا كنهضر واللي بغى يسب يسب واللي بغى يعاير يعاير انا ما على باليش. اذا من الاخر اختي دنيا بوطازوط هاد التحيه ليك هاد السلام ليك خويا المهداوي خويا حميد المهداوي امو عليك تا الصباح خويا عبد الرحيم بوحيده لهلاه خطيك وراك كاين هادو كاملين الناس وزرفتوهم علاش حيت ناض واحد الداعيه كيهضر في النفاق انا كيبان لي كيهضر في النفاق وهذا هو الواقع. واللي ما عجبوش الشيخات في التلفازه باش ما ينوش يهضر بزاف لان الهضره في عباد الله داك راه شرك بالله. اليوم فخص ماشي غير اليوم اليوم والبارح والبارح ولا شهر رمضان مني بدا ثلاث ايام الاولى ديالو حنا كنسميها الشيخه والشيخ الشيخه مع الشيخ. انا نعطيكم الحل النهائي من الاخر هذاك مسلسل باش نفهمك اولدي هذاك مسلسل باش عرف المخرج عايق عليكم كاملين وسمى المسلسل المكتوب يعني مكتوب عليها مسكينه تكون شيخه. نايض هذاك الداعي اللي كيقول لك واش تبغي امك تكون شيخه؟ الا مكتوب عليها تكون شيخه تكون شيخه. واش بغي خصك تكون شيخه؟ الا مكتوب عليها تكون شيخه تكون شيخه. بغيتي ولا كرهتي عندك شي راه ديال الله ماشي ديال العبد. دابا انت غير واحد الانسان انا نهضر معكم من الاخر انت بحال بحال دوك الناس اللي كيدبروا بحال دوك الصحابه ديال الكيلو. واحد صحيح الصحافه في المغرب عندنا هنا وتقريبا النص ديالها ديال الكيلو الصحافه ديال الكيلو الصحافه ديال المرقه. بحال كلشي بحالهم خير دير الادسنس باش يدبروا عليكم اليوتيوب باش طلعت انت وتقول رانا وراك درتي شي حاجه راك ما درتي والو شي قال لي شوف هذوك اللي انا كاع هذوك اللي كيشريو بكلام الله ثمنه اللي كيشريو به انسان كيهضر بالذكر ديال الله باش يصور فلوس او ماشي هذا ماشي حرام هذا هو الحرام. انت بغيتي توصل الناس وتهديهم الطريق المستقيم انت انا دابا انت دوختي نصف هذا الشعب هذا دوختيه ولا كلشي راه كيقول كلها بصح واه شيخه واه خويا واه اختي واه با وامي واش فهموا هاد القضيه هادي. الانسان اللي كيبغي يدخل شي حاجه لدارو راه كيدخلها كيدخلها لدارو. الا بغيتي تفرج المسلسل راه غتفرج فيه ما بغيتيش ما تفرجش فيه راه ما تفرجش فيه على حساب الا بغيتي تفهم الوقت كيفاش داير في البلاد راه هكا غتفهم غتنوض تفرج غتعرف بان الشيخه هاد الدور ديالها كيفاش كان واشنو كيفاش كتعيش مسكينه وكيفاش هذا غير تمثيل. ما بغيتيش تفرج فيه طفي التلفازه راه قالت لكم سكينه درابيل قال لكم ليه ما بغاش يشوف لعيبه طفي التلفازه راه عندها الحق ناضين زعما غتنوضوا ليه راه قالت لكم ليه وراه طفي التلفازه انا كنقول لك ما عجبتش هي انا نقول لك عاود ثاني ما بغيتيش تفرج المسخ طفي التلفازه بغيتي تفرج القران راه كاين القناه ديال السادسه كاين الرابعه كاين بزاف ديال القناه ديال 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 القران الكريم يعني ما تبقاوش غير تهضروا غير تبقاو شيخه لا شيخه مال شيخه ما تبغوش تهضروا على الشيخه شلوا فمكم بالعسل وهضروا على الشيخه عادي الشيخه يعطيني شي يعطيني الشيخه واش عمرها دلات دلات شي نهار الشيخه عمركم سمعتوا لها شي حاجه خايبه الشيخه مسكينه مالها كتغني كتشطح هذه اللي عندكم انتم لان الفكره اللي عندكم انتم الخانزه في الدماغ ديالكم دايره بحال هكا كتفسد كتشطح صافي هادشي اللي كتغني لها هذه الشيخه اللي عندكم انتم بالمفهوم ديالكم انتم انا كنهضر على المنافق اللي كيهضر بحال هكا. اما الناس اللي عارفين القدر ديال الشيخه راه الله الله يظل الحمد لله. نعاود نقول لكم وريوني شي نهار شيخه دارت شوهات شوهات في, 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 في اليوتيوب عطوني عشي نهار شي شيخات شوهات في اليوتيوب. شيخات تراكس شنو دارت مسكينه الشيخه تراكس؟ مالها بعيده عليكم ما كتمثل ما والو بعيده. الشيخه تراكس تبارك الله صلى الله عليه وداك الشيء ديال الله انتم حاضرين لها اللور ديالها وحاضرين لها القدام ديالها حاضرين كل شيء وما مزياناش. الشيخ ورك على الشيخه ناضوا ولادها وناضوا يعني ناضوا المغاربه كيعايروا الشيخ ورك على حنا دابا حنا ولاد الشيخه دابا حنا ولاد الشيخه حدا الخينه ديالكم عجبو الحال. انا غنقول لكم واحد القضيه شي مك ملي كنتي انت ما كاينش ملي كانت هي كتزها شحال هادي كانت صغيره راه كانت كتفرج في الشيخات. اذا من الاخر اختي دنيا بوطازوط هاد التحيه ليك هاد السلام ليك خويا المهداوي خويا حميد المهداوي امو عليك تا الصباح خويا عبد الرحيم بوحيده لهلاه خطيك وراك كاين هادو كاملين الناس وزرفتوهم علاش حيت ناض واحد الداعيه كيهضر في النفاق انا كيبان لي كيهضر في النفاق وهذا هو الواقع. واللي ما عجبوش الشيخات في التلفازه باش ما ينوش يهضر بزاف لان الهضره في عباد الله هذاك راه شرك بالله. انسان اللي كتنوض النميمه اي شو كتهضر في العبد ما تهضرش فيه هذا كتسمى ما تهضرش فيه
لا تهضر في اللي غدوز وقتك في الهضره ديال عباد الله. سير اخويا شد كتاب وقرا كتاب الله. هذه القضيه اللي خصو يقول لكم السياسي العماري، خصو يقول لكم هذه القضيه. يا ايها الناس اللي تبقاو مقابلين عباد الله وانت منهم، نوض اخويا شد كتاب الله وقرا، ما تبقاش مقابل ملي تتفرج في اليوتيوب وتقرا الكومنتيرات في الفيسبوك وتقرا التعاليق. نوض شد كتاب ديال الله سبحانه وتعالى وقراه، هذا هو الفري. المهم خوتي المغاربه الحقيقيين، انا كنموت عليكم. المنافقين ما عمركم ما عتطفروا، هذا هو الواقع. المنافقين ما عمركم ما عتطفروا. بغيتي تهضر هضر هضره واقعيه، ما بغيتيش تهضر سكوت. من الاخر خوتي سمحوا لي، الفيديو الثاني ان شاء الله غنرد على شي تعاليق ديال هذا الفيديو، غنرد عليهم معززين مكرمين. نموت عليكم وكل شيء ديال الله، ما عليكم تصبر.